ثقيلة، الملفات ثقيلة. حقيقة أنا منتهش، أنا منتهش من هذه الأمور. تشجعوا السراقين، ما نشجعوش ناهي بخيرة البلاد. لم يتوانى الأمين العام للأفلان محمد الجميعي في معظم خرجاته الإعلامية عن تبييض صورته وإبعاد اسمه عن دائرة من ستطالهم مقصلة محاربة الفساد، فالرجل تحدى أن يتم تقديم أي شيء ضده. نتحدى واحد يجي ويقول محمد الجميعي بحزب جبهة التحرير الوطني عرف بحاجة بصح، لازم يقدم دليل ولازم يقدم حقيقة، ما يقدمش اتهامات راهو حرام عليه. وعلى المستوى الحزبي حاول جميع دوما أن يسوق لنفسه على أنه المنقذ للحزب العتيد، وأنه لا يوجد من يمكنه تطهير الأفلان من الفساد غيره. أسطوانة جميع هذه كسرها وزير العدل بالقاسم زغماتي اليوم بتقديم طلب لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه في شبهات فساد. إنه الفساد اللي انتشر في حزب التحرير الوطني خاصة في المناسبات الانتخابية سوف نتصدى له. وانا نقول لكم انتم اطرف، ما كان حتى واحد قادر عليه غيرنا. لم تمضي ساعات على طلب وزير العدل برفع الحصانة عن أمين عام الأفلان حتى جاءت أولى الأصداء من بيت الحزب. إبراهيم بولحيا القيادي بالحزب يطالب جميعي بالرحيل حفظا لسمعة الأفلان، فالرجل أي جميعي قد أحدث سابقة في تاريخ الحزب كونه أول أمين عام في المنصب يستدعى من قبل العدالة في شبهات فساد. والأكيد أن دعوة بولحيا لن تكون الوحيدة المطالبة باستقالة جميعي بالرجوع للظروف والطريقة التي جاء بها إلى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.